شفت صاحبي اللي صاحبته شدني في حكايات كل مره يبيع نقول مني وبقول اخوات جي شيطاني وقال لي مالك قلت له مجهول قال لي لو فضلت ساكت هتبقى ماضي وفات انا محتاج غيب وبتعبان مالك يا اخويا ليه قرفان زمان من غدرك يا زمان الناس في غدارة صاحبك خانك ما هو غدار زي ما حطك في النار بين حياته بإشارة بالسلامة غرو من هنا خدته كتير من وقتنا مالكوش بخت بحزنها انتو طريق وشمال يبقوا تعالوا في خروجة بالليل وانا عزمكم في بحر الويل اشرح لكم التلف دليل انكم عندان كيمو الدب توزيع عدان حطوا مزيكا صوت الخيال مالكم كل عامل زنزان وبعزم تسيطارة ياسر الشيخ شفت صاحبي اللي صاحبته شدني في حكايات كل مره يبيع نقول مني وبقول اخوات جي شيطاني وقال لي مالك قلت له مجهول قال لي لو فضلت ساكت هتبقى ماضي وفات انا محتاج غيب وبتعبان مالك يا اخويا ليه قرفان زمان من غدرك يا زمان الناس في غداره صاحبك خانك ما هو غدار زي ما حطك في النار بني حياته بإشارة بالسلامة غرو من هنا خدته كتير من وقتنا مالكوش بخت بحزنها انتو طريق وشمال يبقوا تعالوا في خروجة بالليل وانا عزمكم في بحر الويل اشرح لكم التلف دليل انكم عندان كيمو الدب توزيع عدان حطوا مزيكا صوت الخيال مالكم كل عامل زنزان وبعزم تسيطارة ياسر الشيخ